الرقم 6. واحدة أخرى؟ كم واحدة تناولت؟ إنها السادسة. هل تريدين قضمة؟ مستحيل، إنني نحيلة وأنت لست كذلك. لا لست كذلك، لكنني لطيف. إنه الرقم 6. قابل الرقم 6 هنا. إن أكل المرء 6 مرات في اليوم سيصبح بذيلا جدا، لكن هذا لا يعني أن لا تكون جميلا ولطيفا مع كافة أصدقائك. الجو حار، لنذهب إلى النهر. مرحى، سنذهب على متن هذا القارب. سأستخدم المجدف. إذن سأكون على متن القارب. تحرك إلى الوراء، يجب أن نكون متزنين جيدا. إننا نغرق. لست أنا، أشكري لفائف الحلوى الستة. أنت رائع، لم توفر جهدا لتنقذ الجميع. أليس معك لفائف حلوى أخرى؟ فأنا بدأت أشعر بالجوع الشديد. تفضلي. الرقم 3. واحد، اثنان، ثلاثة، اقفزوا، اقفزوا. ألعب الرياضة. واحد، اثنان، ثلاثة، لهذا أنا بصحة جيدة من الداخل والخارج. أنا الرقم 3. الرقم 3 يبدو مثل حرف اس من الخلف. انظروا كم هو كبير، انظروا إلى أسنانه كم هي كبيرة، قد يكون غاضبا جدا. صحيح، إنه غاضب. دعونا نلعب لعبة سويا. لا، ليس لدينا الوقت، لدينا أمور أخرى. أجل، إنها عاجلة جدا. النجدة. شكرا. النجدة، النجدة، ساعدوني. لا. أنت لست غاضبا أبدا. هو ليس غاضبا أبدا، إنه لطيف وبصحة جيدة. نمارس الرياضة الصباحية. واحد، اثنان، ثلاثة، نحن بصحة جيدة. فضل الرقم 3. الرقم 9. أنت قوي جدا، أليس كذلك؟ هل تستطيع أن تحملني؟ مرحبا. هل يمكنك رفعه؟ لقد كان صعبا أكثر مما ظننت. انظروا، كل شيء لا يبدو كالعادة أبدا. ماذا تعني؟ ليس كالمعتاد، وكأنك تقف رأسا على عقب. لا، أنت تقف رأسا على عقب. لا لست كذلك. السماء في الأسفل،
والأرض في الأعلى. هذا كل شيء الآن. أنت تنظر بالمقلوب وبشكل خاطئ تماما. إنه يشبه الرقم 6 الآن، لكنه مقلوب. هل حذرتم من أكون أنا؟ أنا الرقم 9. أين الملقط؟ أريد ملقطي. هو هل بحثت في الخزانة؟ دعيني أحاول. ماذا عن الرفوف؟ وماذا عن الأريكة؟ يمكنني المساعدة. كيف؟ حسناً، يمكنني رؤية بعض الأشياء وأنا مقلوب رأساً على عقب، وأنا أرى ملقطك تحت الأريكة. شكراً، أنا آسفة لأنني قلت أنك تنظر بشكل خاطئ، لقد كانت مختلفة بالنسبة لنا فقط. وجيدة أيضاً لصحة المرء. الرقم 7. دعونا نلعب. لا نكفي للعب هذه اللعبة. لا نكفي. نحتاج للمزيد من الأشخاص للعب. مرحباً. لا يكفي. ألا يكفي؟ كم واحداً نحتاج؟ لنرى الآن إذن كم هو عددنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. للموسيقى 7 ألوان، وقوس قزح لديه 7 نوتات. تأكدوا من ذلك، لقد خلطت بين الاثنين. قوس قزح لديه 7 ألوان والموسيقى 7 نوتات. دو ري مي فا سول لا سي. هل رأيتم؟ هل سنلعب الآن؟ أجل. أي لعبة سنلعب؟ نعم حقاً، ماذا؟ اسمح لي أقترح أن نلعب لعبة تدعى أنا الرقم 7. ما هذه اللعبة؟ ما هي قواعدها؟ اللعبة بسيطة جداً، الكل يجب أن يقول أنا. أنا. توقفوا. دعونا ننطلق بشكل متتالي، واحداً تلو الآخر بإشارة مني. أنا. معاً نصنع. الرقم 1. أنا الرقم 1. أنا الأول دائما لأنني الرقم 1. أنا الرقم 1 وسأكون الأول. لقد أكلت كثيرا، ينتابني شعور مريع. 1، 2، 3. ها قد وصلت. الرقم 1 يشعر بالوحدة. أنا آسف، هل يمكننا اللعب؟ بالطبع، سوف نلعب. 1، 2، 3، 4. مرحى. الأرقام تلعب معاً. الرقم 1 جميل ومهم، لكنه ليس الوحيد.
كم عدد الأرجل؟ مرحبا، لماذا تقفين على ساق واحدة؟ لأنني أكون المالك الحزين. عليك الوقوف على ساق واحدة، من المريح الوقوف على ساقين. والأكثر راحة الوقوف على أربعة قوائم. ما لدي أربعة قوائم؟ لدى الكثير من الحيوانات أربعة قوائم، كالقطة والفأر والتمساح والراكون. هل يمكن أن يكون هناك قوائم أكثر؟ أجل، بالطبع، فهناك ست قوائم مثل الخنافس والجنادب والنحل، وتسمى هذه المخلوقات بالحشرات. أريد أن يكون لي ثمانية أرجل. أريد ثمانية أرجل أيضا. الآن أنت أخطبوط. هناك ما لديه ثمانية أطراف مثل الأخطبوطات والعناكب. أحتاج إلى أطراف أكثر، أكثر من أي أحد. أريد أطراف كبيرة. حسنا، إذن ما رأيك بأم 44؟ هل هذا يناسبك؟ 44 أطراف؟ أنا لدي عدد أطراف أكثر. أطراف أكبر وأكثر. هل يمكن أن يتحرك أحد دون أطراف؟ أجل، هناك من يستطيع ذلك بالفعل. الديدان والأفاعي ليس لديها أطراف. يمكنني الاستلقاء والزحف دون أطراف، وهذا ما أحب القيام به. أنا أحب القفز، انظروا. وأنا أحب الجري هكذا. رقم ثمانية. لا 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 لا. أتساءل، لماذا تمطر الآن هكذا وثم يختفي المطر فجأة؟ كما ترون، إنه سؤال صعب جدا. صعب؟ الأمر في غاية الصعوبة. من هو أذكى رقم؟ الشخص الذي يعتقد أن الأرقام رائعة. هناك واحد يبرز أكثر من الباقي، وهو الرقم ثمانية. سيداتي وسادتي، أقدم لكم الرقم ثمانية. هاي ثمانية، هيا دعونا نلعب. لا يمكنني ذلك، رأسي يؤلمني. هوب 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 هوب. اسمع، أنت ذكي جدا، كيف يمكننا إيقاف المطر؟ حسناً، إنه سؤال صعب. يا للأسف يا رقم ثمانية. مرحى، وجدتها. أوه، لقد كان ذلك ذكياً وفعالاً جداً. أنت ذكي جداً وشجاع جداً. حسناً، فكرت قليلاً لبعض الوقت وأتتني هذه الفكرة. حسناً، هل ستلعب معنا بالكرة الآن؟ آه ها. أوه. أرأيت؟ رأسان أفضل من رأس واحد، أليس كذلك؟ الرقم أربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. للقطة أربعة كفوف، والعصف لدي أربعة أجنحة، والسيارة لديها أربع عجلات، والكرسي لديه أربعة قوائم. نعم، أنا أحب الفوضى، وأنا أشبه المقلاع. إنني مشاغبة وثرثارة، واحد، اثنان، ثلاثة، وأنا الرقم أربعة.
أعدوا، اتفقنا؟ من سيخرج للسير معي الآن؟ نحن متعبان. يجب أن نجلس الآن. أين سنجلس؟ وجدتها. انظروا ماذا أشبه الآن؟ كرسي. أنا كرسي، تفضلوا واستريحوا قليلا. سنرتاح واحدا تلو الآخر. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. شكرا لك رقم أربعة، أنت لطيف جدا، وأنا أشعر بالراحة. الرقم اثنان. هناك العديد من الأشياء تكون اثنان، أشياء سعيدة وأخرى حزينة، أشياء جيدة وأخرى سيئة جدا. من أنت الآن؟ أنا رقم اثنان. أظن أنك مثل الخطاف. هيا دعونا نذهب في جولة. في الواقع حسنا، لا تبدو مثل الخطاف، أقصد أنك تشبهه كثيرا، ولكنك تبدو مثل خطاف جيد، أو كأنك تبدو مثل بجعة. كل ظاهرة في العالم فيها جانبان، الجانب السيء والجانب الجيد. حسناً، بما أنني أشبه البجعة، دعونا نسبح. الرقم عشرة. لقد كتبت قصيدة جديدة للتو. الشمس والقمر، السماء والغيوم، وكلهم عاليون. عجبا، لا أحد يريد أشعاري، أو ربما لا يريدني. أنا لا أسوي شيئا أبدا، أنا صفر، لا أحد يحبني. ما أجمل هذا الإطار. لا أنا شاعر ولا أحد يريدني. اسمعني، لا أحد يقدرني أيضا، هل يمكنك أن تكتب قصيدة عني؟ أنت الرقم واحد، أنت في غاية الجمال وتستحق الكثير. وعندما حسناً، وأعصابك. هذا رائع، دعنا نكون صديقين. نحن شجعان في كل مرة، لأننا الرقم عشرة. أنتما
جداً. لأن الصداقة تجعل المرأة أقوى، أقوى 10 مرات وأجمل. الرقم 5. لا 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 لا. مرحبا. مرحبا. 5 أصابع. ماذا؟ أية 5؟ أقصد المصافحة. مصافحة. حسنا. الرقم 5 فخور بنفسه ويدفع بصدره إلى الأمام ويتخذ وضعية صلبة ليمتزج مع غيره. سأذهب. وما هذا الذي تحمله؟ كتاب، لقد قرأته، لذلك سأحصل على كتاب جديد. كتاب، لهذا أنت ذكي دائما. إذن سأذهب معك. أهلا بك. إذن قرأت هذا. تشو، أو هل قرأته؟ ما رأيك أن تحضر لي كتابا ذكيا كي أستطيع قراءته؟ أنزلني من هنا. أخرجوني، لا يمكنني النزول من هنا. ساعدوني، ساعدوني. ساعدوني رجاء. شكرا. شكرا لكم. إن تعلمتم الأرقام وعرفتم كيف تعدون، ستكونون دائماً الأوائل في المدرسة وفي كل شيء.